يمكن من اكتر التحديات خطوره اننا نخس او نفقد الوزن غلط، او نفقد العناصر اللي مش من المفروض تفقدها وانت بتخس. الهدف الرئيسي من خساره الوزن هو خساره الدهون، ولكن احيانا بيحصل لخبطه كده شويه وبنتبع طرق وانظمه خاطئه فبنخسر وزن من غير دهون. مش بالضرورة علشان أخسر وزني معناه أن أكون خسرت دهون، ومش بالضرورة خسارة الدهون تنعكس بشكل كبير على الميزان، لكن المؤكد أنها هتنعكس على شكل الجسم. علشان نفهم أكتر ونتعمق أكتر ونفهم يعني إيه أنت خسيت بس شكلك صحي أو شكلك هيلثي، دايما يقولك كده أنت خاسس بس شكلك كويس، وساعات يقولك أنت خسيت بس شكلك مش صحي، في حاجة غلط، شكلك عيان. ايه الفرق؟ معانا كابتن عمرو فهمي مدرب لياقه بدنيه عشان يفهمنا اكتر. احنا في الصيف وعايزين شكلنا يبقى حلو، نخس ازاي يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ اهلا بيك، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ كله حلو، كله كويس الحمد زي لله. الفل. صح، يعني في حد بيخس ويبقى شكله كده هيلثي، وحد بيخس شكله عيان. صح، مظبوط جدا. انا بحب الموضوع ده جدا لانه في شويه حاجات ساينتفك شويه او علميه الناس لو عرفتها هتستسهل كتير جدا موضوع الخسسان. الجسم قايم على ايه؟ قايم على بعض الانظمه، منها النظام العضلي او السيستم العضلي، سيستم عصبي، سيستم للطاقه، سيستم للدهون، يعني مجموعه انظمه هي اللي بتساعد الجسم انه يفانكشن او انه يعمل اي حاجه. حلو. معظم الناس معلوماتها عن الرياضه او الناس اللي هي العاديه اللي بيخش المجال الرياضي بيبقى عاوز يخس بس. بيبقى داخل انا والله حجمي كده فعايز اخس. فلو حجمه كده اند شرينك بيسموها انه خس كده، يعني كان حجمه كده وخس كده، ده كويس. صح. خس صح، بس الفكره اللي هنا انت خسيت وايه اللي راح بقى مع الخسسان؟ راح كمان مصل، عضلات وقعت منك. تمام؟ اثرت على الانرجي سيستم بتاعك اللي هو الاي تي بي، التريف اللي هو بيديك الطاقه ان انت تقدر تقوم وتمشي وتعمل تمارين، وتفكر بتنزل كتير. بتنزل كتير. فانت النتيجه بتاعتك انا خسيت سايز، لكن انا كبني ادم لما حد يشوفني مش شكلي مش حلو زي ما بالظبط ازور واحد بالمستشفى. صح. لو متعلق له تحاليل وكده وتعبان وكان عنده مشاكل صحيه وقبل قبل المستشفى كان شكله كويس، بنلاقيه شويه ايه هفتان بيل كده ومفيش نضاره، فبنديله عذره لان هو متعلق له محاليل وعنده مشاكل والكلام من ده، لان ده بتاثر على الاجهزه اللي عنده جوه. مش حاجه صحيه. مظبوط. لكن هو لو هتكلم على الخسسان هو خس، بس خس فين؟ في المستشفى نتيجه ايه؟ حاجات مش صح للجسم، فقدان حاجات. مظبوط. فاحنا هنا علشان نبين ان انت لما تيجي تخس تخس بالطريقه الصح، فلازم لما اجي اخس اركز على الفاتس او الدهون. دايما لما بيقول لك ايه بودي كومبوزيشن اناليسيس، اطلع على الميزان يقول لك نسبه الدهون ونسبه العضلات والكلام من ده كله. مظبوط. أيوه. هو ده اللي المفروض تفولو، مش الرقم اللي موجود على الميزان العادي. يعني في ميزان عادي اطلع عليه كل يوم الصبح يقول لي والله 90، بكره 92، 80. ده بيديني رقم الميزان بس، ده مش صح. صح. لكن الصح اللي هي الماشين اللي بتدي لي اناليسيس. يعني ايه اناليسيس؟ يعني تحليل. انا عندي زياده في الوزن، الزياده دي فين؟ في الميه ولا في الدهون ولا في العضلات؟ على فكره الشخص اللي عنده عضلات كتير لما بيطلع على الميزان بيطلع اوفر ويت. طبعا، لان العضلات بتوزن. وفي منه بيطلع اوبيز اللي هو الشباب اللي بياخدوا حاجات وبيبقوا ما شاء الله بيطلع اوفر ويت. يعني انا لو مش شايفه وبصيت على الرقم ده اوفر ويت. انا هبص الاقي واحد تخين قد كده، ده مش صح، ده اوفر ويت. بالظبط. فهي الفكره في ايه؟ في التوزيع بتاعه الجسم. تمام. فاللي انا بقوله ان الناس لازم تركز بالظبط انت عايز التوزيع بتاعتك عامله ازاي. ظبط التوزيع دي، الدهون والعضلات والكلام من ده، وبعد كده شوف بقى مناطق الضعف ومناطق القوه. احنا جيناتيكلي او يعني بالجينات كلنا مختلفين. لو انا وانت دخلنا للجيم ولعبنا نفس التمارين النتيجه مش تبقى واحده. طبعا. انا جسمي هيرياكت او هي يعني هيتفاعل، هيتفاعل مع التمرين. التمرين بطريقه عكس مع ان انت عملت نفس التمرين. انا ممكن الافاده اللي اخدها غير افادتك خالص. ممكن افادتك انت تبقى احسن مني. بالظبط. نفس النظام على الاكل، على حاجات كتير جدا. عشان كده الرياضه دايما ملهاش نهايه. لازم انا لحد دلوقتي بفضل اجرب حاجات واكتشفها تناسب جسمي انا مخصوص، تبقى متفصله عليه عشان اكمل عليها. كل مرحله عمريه مختلفه برضه، خلي بالك. عشان كده بره دايما يقول لك ايه، انا هعمل لك حاجه تيلور ميد. يعني ايه تيلور ميد؟ متفصله، متفصله عليك. في يقول لك سيلبرتي بروجرام. يعني ايه سيلبرتي بروجرام؟ هما بيزيكلي بيعملوا حاجه مخصوص له هو بس. يعني انا بقعد كترينر بجيبه بقعد معاه بعمل حاجه اسمها جاثرينج انفورميشن، بجمع معلومات عن ايه؟ مش الرياضه بس،
لايف ستايل، ستريس ليفل، النوم، الاكل، الشرب، التمارين، حياتك من الاي تو زي، تمام؟ وهبدا انا اساعدك في الباكج دي كلها علشان توصل بيها انك تبقى شخص مختلف تماما. طبعا كل ده طبيعي، مش بطرق تانية غير استيرويدز بقى او كده. انت بقى سؤالي يا عمرو، في حاجه دايما بسمعها او من فتره كده سمعتها، ان التمارين بتعمل او بتعلي الستريس هرمون. هل ده حقيقي؟ بتعليه، يعني ان انت تبقى ستريسد من المجهود الجامد اللي انت بتعمله، جسمك بيفرز ستريس هرمون ممكن يبقى مؤذي بالنسبه لك، هل دي حقيقه ولا مش حقيقه؟ هي وهل سمعت الكلام ده زيي ولا لا؟ هي نسبه الموضوع ده هي مش حقيقه، بس هي نسبتها 0.1% بس. لمين؟ للشباب اللي هم بتوع البطولات. اللي هو عنده يعني ممكن قبل البطوله في عنده تارجت، هو بيبقى واخد حاجات قبل البطوله في يوم، هو هيستريسد لان بالنسبه له طالع على ستيج والناس هيحكموا عليه وكده، بيسبب له ووتر ريتينشن قبل البطوله في يوم، يعني ممكن يطلع على الميزان يلاقي نفسه بره لو هو ستريس نفسه. فدي انا ما بحبش انورماليز ات لان ده مش طبيعي، مش ده او ده مش الصح. فليتس سي ان هي لا مش صح، لا بالعكس خالص. الرياضه يعني عايز اقول لك رقم واحد فيها المينتال هيلث قبل الفيزيكال، قبل الفيزيكال يعني قبل الجسم، الصحه العقليه. ده حقيقي اساسا هي الرياضه للصحه العقليه. فتعمل رياضه بتلاقي يعني هرمونز كتير جدا تريليزد، يعني طلعت منها هرمون السعاده والحاجات دي، كانك كلتي قطعه شوكليت. يعني بيعملوا ستاديز مثلا الناس بتنبسط من ايه، فتاكل مثلا قطعه شوكليت فتلاقي نفسك سرحت كده وانبسطت انه حاجه جميله جدا، صح؟ طبعا. الرياضه بتديك نفس الاحساس ويمكن احسن كمان، لان انت بتستفاد فيزيكال. الشوكليت مش هيفيدك كتير فيزيكال، لكن الاهم بالنسبه لك ايه؟ الكارديو اللي هي الحاجات اللي بتعتمد على التنفس، ولا الويتس بتاعه يعني الدامبلز او البادي ويت، حتى لو بتلعب ويت وزن بجسمك، ايه الاهم بالنسبه لجسم الانسان؟ ده سؤال جميل جدا، بس عايز اقول لك هي مفيش حاجه سبيسيفيكلي هي الاهم. اوكي. في حاجه اسمها انا لازم يبقى عندي كومبو من كل حاجه. يعني انا ما ينفعش ابقى شخص رياضي ما اعرفش اجري. مظبوط؟ طب انا لو جبت شاب من هم البادي بيلدرز اللي هو بياخد بيطلع بطولات، بيزيكلي اي بي سي اللي انا درسته، عندك عضلات بتساوي فيتنس ليفل عاليه. مظبوط ولا انا غلطان؟ المفروض شرط. فلما اجيبه قدامي واعمل له اناليسز فعنده عضلات عاليه جدا، يبقى انا اي اكسبكت طبيعي لو علميا باللي انا درسه ان الشخص ده سرعه، قوه، صح ولا لا؟ طبعا صح. مفروض باجي اطبق الحاجات دي بقى ما الاقيش النتيجه. اذا العضلات اللي عندك دي فيك وعامله ادد لود، يعني حمل على اعضائك الداخليه. كان انا ماشيك ومديك شنطه، بدل ما تمشي بجسمك العادي فمديك شنطه وماشيه بيها. بس للاسف الشنطه دي بتاخد من الهارت ريت، بتاخد من النيرف سيستم، بتاخد حاجات كتير جدا. فطول ما انت عايش من البلاد سيركيليشن ارهاق بتاعك، طبعا عامل لها ارهاق. عشان كده لما بتشوف في ناس بيموتوا لا قدر الله، صح؟ من اكيد متابعين في ناس مودلز فيتنس موديل مره واحده فاستغربوا الدكتور يقول لك مش عارفين ايه اللي حصل. فعلا مش عارفين. عارفه ليه؟ طبعا. لان هو لعب في حاجات من صنع الله. لعب في حاجات انا كدكتور ما اقدرش اعمل لها مونيتورنج، يعني ما اقدرش اقعد اقول اه والله لا انت كده تمام. ممكن في اي فجاه اي اتاك اي حاجه غلط بتبوظ لك الدنيا. لما بتقول لعب في حاجات، ان هو اخد حاجات زي هرمونات، زي حاجات طبعاً زي كده بروتينات، ولا قصدك ان هو يعني اشتغل على العضله كتير؟ ولو لا. اشتغل على العضله كتير، هل ممكن توصل للاحجام اللي بنشوفها دي؟ ابدا نيفر. الاحجام دي مش طبيعيه خالص، الاحجام الكبيره يعني اللي بقول لك عليها. ايوه فاهمه. اللي حد يقول لك اوصل لها طبيعي، اتس اجينست الموضوع. النيتشر. ما ينفعش اعمل كميه عضلات قد كده، مش طبيعي. يفهم قصدي ازاي؟ لكن عشان بتشوف فرق يقول لك ده سويدي، ده جسمه صح موديل، ده جسمه مش عارف ايه، فاهمه؟ الاوفر العضلات الكبير لازم يقابلها حاجه اسمها هاي تستوستيرون ليفل. فاهم ازاي؟ فعمل ستادز الهاي تستوستيرون مثلا بيبقى عند الشباب الاول 20 لل 30 سنه، وبعد كده بيحصل له دروب. فال 20 لل 30 اللي هو الهايست اعلى حاجه
برضو الاستاديز قالت انه ما بيقدرش يعمل كمية العضلات دي. فاهم قصدي ازاي؟ احنا ممكن بقى نطلع فاصل سريع جدا 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 بس هنرجع نجاوب على السؤال بتاعك طبعا بتاع التمارين. التمارين لازم. خلاص كده نرجع نجاوب على السؤال ونرجع تاني نكمل حديثنا الشيق جدا. خليكم معانا في انا وهو. ولسه معانا كابتن عمرو فهمي مدرب اللياقه البدنيه، والحقيقه ان هو بيقول كلام مهم جدا 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 يهم كل الناس اللي يعني مهتمه بان هي تقلل وزنها من غير ما صحتها تتعب. وكان قبل الفاصل بترد على سؤال دينا اللي ليه علاقه بالكارديو والويت، انهي افضل او انت بتفضل انهي؟ صح، انا مش بفضل حاجه معينه، انا دايما بريكومند او برشح يعني انه تميكس كل ده مع بعضه. يعني ناس كتير برضو بيختلط عليها الامر انه الكارديو تمرين بيسموه كارديوفاسكولار سيستم، يعني ايه؟ تمرين للاجهزه زي التنفس زي القلب زي ضخ الدم، الحاجات دي كلها، مش كتير للعضلات ومش كتير للفاتس. يعني في ناس يقول لك اعمل كارديو كتير اخس فاخس كتير، لا، الكارديو بيخدم العضلات برضو. انا عشان اجري ممكن افقد عضلات طبعا من الكارديو، طبعا الكارديو ليه وقت الا العضلات اللي بتتحرك في الكارديو. بالعكس، ما العضلات بتتحرك هي اللي بتديك البوش. أوكي. هي اللي بتحط المجهود. فاهمه؟ في حاجه اسمها سيستم للطاقه بيشتغل مع الشورت تيرم مع اللونج تيرم. انا عشان اعمل اجري كيلو غير ان انا اجري 10 كيلو. صح، تمام. السيستم التخسيس او سيستم مختلف شويه في الحته دي. لو فضلت اجري كل يوم زي ما الناس بتعمل وتحط حاجات عشان تعرق كتير وبتاع، ايوه، يحصل ايه؟ هخس كله طبعا، فاتس ومصل، عضلات تخس ودهون تخس، هخس هشرينك يعني هشرينك هكش بس كله خس. فاهم ازاي؟ انا لا، انا عايز العضلات وعايز الكارديو افيد بيه الحاجات اللي هي الكارديو بيفيدها، محتاجه الكارديو، التنفس، السيستم بتاع الريسبيراتوري او التنفس او الكلام ده. طب في خطا شائع كابتن عمرو، اذا كان خطا او لا، هو الدهون ممكن تتحول عضلات او العضلات ممكن تتحول دهون من قله التمرين؟ يعني ممكن السؤال ده شائع جدا بصراحه. طبعا غلط، مفيش حاجه اسمها الكلام ده نهائي. العضله عضله والدهون سيستم دهون. وده طبعًا سيستم تاني. بس هي عارفه القصه دي جت من ايه؟ جت من الشباب اللي عمل عضلات كتير جدا وبيبطل رياضه، فبقى عمل ايه؟ اول ما بطل العضلات وقعت والدهون زادت، فيقول لك اوف، فالعضلات بتحول دهون. لا، هي السرعه اللي حصلت له، هو حصل دروب عنده في العضلات. والحاجات اللي كان بياخدها اللي كانت محافظه على البامب ما بقتش موجوده، فاريد العضلات وقعت، والنظام الاكل والتدريب اللي كان ماشي عليه قلت بناء على نوقف الحاجات كلها. فاكيد الدهون هتعلى معايا. بس هما مرحلتين حصلوا في وقت واحد، فانت فكرت ان ده تحول. لا، هما مرحلتين، الدهون زادت والعضلات وقعت. فقال لك لا، ده العضلات تحولت دهون، هو ما تحولتش. هو ده وقع وده زاد. طب ايه اكتر التمارين اللي بتنزل الفاتس؟ اكتر التمارين اللي بتنزل الفاتس، بص، هي الفاتس مينلي ان ذا كيتشن، يعني دايما يقول لك ايه؟ في المطبخ، يعني يقول لك عايز اكل. بالظبط، الاكل هو اقفل بقك. بالظبط، بيقول لك سامر باديز ميد ان وينتر، يعني جسم الصيف بيتعمل في الشتاء. بالظبط، هو الاكل عليه عامل كبير جدا. يعني في ناس يقول لك 75% نوتريشن و 25% مثلا رياضه. انا مش مع النظريه دي. امال ايه؟ انا مع نظريه البالانس 50-50، يعني 100-100، 100% نيوتريشن 100% اكسرسايز. دي كل حاجه حقها. دي نظريتي بقى، انا بعمل كتاب وكده. اكل زي ما انا عايزه طالما بتمرن الجيم، اكل زي ما انا عايزه طالما هنزل اجري او هنزل امشي ساعه. انا الناس دول لا، غلط جدا، لان انا لما بروح للجيم انا بقعد ساعه في الجيم، صح؟ انا هدف ايه من الجيم؟ انا مثلا، انت مثلا داخله الجيم، هدفك ايه من الجيم؟ اخرج طاقه، اخرج كالوريز اللي بوظت بيها حياتي من الصبح. خلاص، هنتكلم على الكالوريز مثلا. صح، ساعه تمرين حرقت كام كالوري؟ كام؟ اديني انت مثال، مثلا لو انت يعني فيت حاجة 600 300. برافو، انا مثلا بجيب 800، which is حاجه كبيره جدا عشانك بتشيل ويتس وبتعمل حاجات. مظبوط، هنقيس على الرقم الكبير. 800، صح، وطلعت من الجيم كلت اللي انا عايزه، بيتزا وكلت بتاع 800، دول 2000 كالوري ربع حضرتك في الوجبة. ربع بيتزاية. تمام، نص سندوتش برجر، كوباية عصير فيها شوية سكر، خلاص، يبقى in terms of calories أنا إيه؟ ما خسرتش وزن. لكن هل أنا خسرت كل حاجة؟ لا. ما تنسيش بقى الحتة دي،
انت لما رحت للجيم حرقت شويه كالوريز مظبوط؟ فعوضتيهم بالاكل. الكالوريز مع الفاتس صح، لكن انت استفدت بحاجه ثانيه جدا، ان جسمك اشتغل صح، ان الاورجنز اشتغلت، فالمجهود اللي انت حطيتيه تمام طول لك حاجه ثانيه. عشان كده الناس لما بتخش الجيم بيعمل مجهود علشان يخس وبيطلع ياكل، فما بيلاقيش النتيجه اللي هو عايزها اللي هي الخسسان. صح، فاهم ازاي؟ بس صحته بتبقى احسن، بس بيحرق وجهازه الهضمي ما بيبصش على الحته الثانيه. يعني مثلا بيجي لي كلاينتس كلهم مثلا عادي جدا، شكله عادي، ما عندوش فاتس كتير، فيجي يقول اه والله انا عايز اخس الحته دي، عندي مضايقاني والكلام من ده. دايما الجزء بتاع البطن ده اللي بيبقى اكتر جزء فيه مشكله، تمام، حته قد كده مثلا مضايقاه، حقه، ما عنديش اي مشكله. فبعمل ايه بقى؟ بقول له تعالى، بفهمه الموضوع، انا مش عايز دلوقتي الهدف بتاعك ويت لوس، انت مش شخص اوبيس بالنسبه لي. انت عايز اللي المفروض يحط اللي يحط ويت لوس ده شخص ثاني خالص. صح، انت مش ويت لوس، تمام؟ فيقول لي طب اعمل ايه؟ اعمل عايز اخس، تمام؟ الناس كلها ما تاخدش بالها من حاجه، انت المفروض تركز على حاجات ثانيه خالص غير ويت لوس. عارف تركز على ايه؟ سترينث، باور، سبيد، اللي هي الحاجات الفيتاليتيز بتاعتنا بتاعت اليوم. شكرا. لو ركز، عمرك شفت لاعب كوره كير؟ لا طبعا لا، بيتحرك. هل هو بيلعب في الجيم كل يوم؟ لاعب فولي بول، لاعب سباحه، لاعب اللي هي الناس فعلا الرياضيين. صح، ده مظبوط. وما بيبقاش عندهم برضو عضلات منفوخه، مش كتير، مع انه حياته كلها بقاله من هو 7 سنين بيلعب سباحه بالظبط، بس هتلاقي الشيب اورفوف هنا، لا تونت، ولا هتلاقي العروق طايره. طب احنا عايزين والله عايزين نسكالبتشر شريف شويه. اه خلاص كده، عايزين نتعلم نعمل ندي، ما عندوش اي مشاكل خالص الحمد لله. يعني قوم ورينا، قوم ورينا، بس عايزين نوري، عايزين قبل ما نختم عايزين نوري الساده المشاهدين. انت كنت بتفكر توري شويه ورك اوتس او شويه حاجات؟ لا انا مش هقول لك، هقول لك على حاجه، هوريكم حاجه دلوقتي. دايما معظم الناس بيهتم بمنطقه الكور، يعني معظم الناس عايز يشد منطقه الكور. صح، فانا هوريكم بالظبط تمرينين ثلاثه لو عملتهم كل تمرين تثبت عليه دقيقه اوكي كل يوم لمده مثلا اسبوع ولا حاجه، هيفرق معاك اكتر ما تعمل التمارين بيسموها اللي هي اللي هي فيها الحركه اللي هي النورمال والكلام ده. بتضايقني قوي دي اللي هي بتاعت الظهر دي، لان ساعات رفعت الرجل في الهواء دي برضو مميته. بالظبط، هي ان انا اعمل التمرين واي هولد ات، فانا بعمل تنشن اكتر، عشان كده بتلاقيك شيكنج شويه. صح، بعد شويه. صح، انا بسميها ساميه جمال. يلا بينا لان الوقت خلاص قرب. طب يلا يلا تبدا معايا. يلا بينا. سلام يا صغيرين، اتفضل. بلانك هيعمل ايه؟ تعال نبدا بالبلانك مثلا. يلا بينا. ماشي، عايز تعمل ايه؟ فرونت بلانك. لازم تبقى فيسك الكاميرا لو هي فرونت بلانك. لازم سبيسنج. لا الكاميرا اهي. ماشي، يبقى احنا كده. ماشي، انا هقوم اقعد هناك. اوكي، فرونت بلانك اهو، هننزل. يلا لو ولا تمام عادي، هنزل واحد قلبه تحت. اوكي، بس ما تعملش ده كده، خليه دايما كده اهو. ماشي تمام. اوكي، هطلع ستريت تمام كده، الوضع مظبوط صح؟ لا اعتقد، لا بص بقى، انا كده نازل ولا طالع كده؟ مظبوط ستريت، ده معظم الناس 90% بيعملوا الحركه دي. بص انا عايزك تعمل ايه بقى؟ شيل دي 8 واشفط بطنك لجوه كان انت 8. الله، هي دي. فانت هتشيل، الله اكبر، مش كتير دي اسهل يا شريف؟ ايه الشيكنج هنا دلوقتي؟ انا عملت انجيج اعلى، تمام؟ ريح. انت عملت انجيج من الكور، ريح بالظبط. دقيقه ولا دقيقه بالظبط؟ هنكمل دقيقه. طب انا هكمل دقيقه عادي، عشان الهوا، عشان الوقت بس. عشان الهوا برضو، معلش، عشان الهوا برضو. اللي شريف عمله ده بيشغل الكور، الكور، البط، الاسترينث، يعني قوه الكور، البط. الشيكنج اللي حصل له ده بسبب ان ازيد من الطبيعي مع الوقت. البطن مش هيبقى بس ولا الدراعات كمان ولا الرجلين كمان ولا لا إيه؟ هنا في حاجه بس اسمها شوبر ستابيليتي. البودل بتاعك، معلش، شاوري على العضله اللي او العضلات اللي هنا، منطقه الكور ادي واحد ومنطقه الاوبليكس. اوكي تمام. اه هنا بس في حاجه هنا اسمها شوبر ستابيليتي، لما انا راكن جسمي الوزن دلوقتي هنا اوكي وعلى التو تحت صح؟ اوكي التو مفيش منه مشكله، لكن هنا انا عامل وزني على كتفي، فبيديك شولدر ستابيليتي اكتر يعني. طب حلو، فاهم قصدي ازاي؟ ريليس بقى يا شريف مع الوقت. يلا so ده إيه اللي بعده؟ التاني، عارف السايد بلانك؟ اه طبعا عارف السايد بلانك، بنعمله وفي ناس ده لازم بقى وفي ناس بيتحركوا لما تخلص وفي ناس بيتحركوا فوق وتحت، كلنا عم بنشوف التمرين ده. انا مش عايزك تتحركي، انا عايزك تثبت فيه زي ليه بيتحركوا اصلا؟ بيتحركوا بحيث انك
بتعمل فليكسبيليتي اكتر للعضله اد بلاد فلو نظريه برضه. بس انا كانترمش اوف سترينث انا بحب الهولد اكتر. وان يو هولد ايه بتجيب اخرك بسرعه وفي نفس الوقت بتزود الاسترينس اكتر. أوكي. طب انا عشان وقت هل الصح الاحسن سايد بلانك يبقى الايد كده ولا كده على القلبه؟ جميل. على القلب. في ناس برضه بتعمله كده. لا هيبقى ليس انجيج يعني ليس بريشر على منطقه الكور. ها عشان اهو في الجنب ماشي هنا اهو اوكي دي ستريت اوكي ودي فوقها تمام. هوب هطلع فوق اخلي ده كله كده ستريت اهو مع بعضه اهو كده ستريت بس خلاص ماشي. اثبت بس انا الايد هنا دي كلها تحت بقى عايز اصوره ماشي كده صح ولا كده صح ولا كده صح؟ برضه في دايما بتحصل غلطه كده جسمي كله ستريت كله ستريت مع بعض. طب تعملها يا كابتن قدام كابتن عمرو اعملها لنا كده مايكو يا باشا. ممكن اعملها بالعرض برضه مكانها مكان اعملها تمام. لا عشان الكاميرا اعملها بالعرض كده زي ما بتتعمل بالظبط عشان الكاميرا تشوف الفول رينج اوف موشن والشكل الصح. هي ما فيهاش موشن عامه هنا اهو ايوه اطلع يبقى ده جسمي كله ستريت اهو مظبوط ماشي وهثبت كده عشان اعملها بقى في البيت انا هثبت 1 مينت وبعد كده اسويتش على الناحيه الثانيه اوكي زي البلانك بس انا بركز اكتر على الاوبليكس اوكي تمام اوكي. التمرين الثالث يلا خش على الثالث بس خش الكاميرا خليني انا زي ما انا والنبي الكاميرا والله العظيم انام على ظهري كامل يلا بس هنا تمام اوكي خلي رجلي كده معظم الناس بتيجي يعمل الحركه دي مظبوط انا عامل لك تغيير بسيط بس ايه بص على ما يفيد على الارض كامل صح انا عايز كده بس مش هتترف بس اطلع سنه بقى معايا انت حاسسها اصعب اطلع سنه اثبت خلي ده متني حافظ على دي حافظ على الزاويه دي اطلع بدي فوق هولد يس اوكي شوف مدام ساميه جمال في أول تابلوهاتها الموسيقية في ملهى الفونتانا ده بقولك ايه؟ بقولك ايه يا عمرو؟ ده الرياضي بتاعنا يعني ده كده الرياضي بتاعنا كده ده الحيلة مش بوسة هي دايما كده الرياضي كله مبسوطين معانا يعني كل مبسوطين ربنا اني لبست فستان لا بس طب سؤال المفروض ان الشيكينج بيعدي مع الوقت يعني جمهوري يعني اكتر ما تعمل الشيكنج بيسموها ايه؟ اتس سيمتوم يعني اشاره ان في ضعف في الفايبر ماسل فايبرز شويه كده مع الوقت عامله كده ريكروتنج فاهمه قصدي ازاي؟ مع الوقت هتشبك امتى تشتغل؟ بعد دقيقه دقيقتين ثلاثه مستواك بيتطور في نفس التمرين بالظبط اوكي طيب في اخر عندنا مجال لاخر سؤال طبعا اللاج ريز احنا كانت جايه بتتكلم عليها بدايه جدا من اللاج ريز اللي هي التمرينه ممكن حتى نشوفها في ناس بيعملوا اللاج ريز ويقوموا طالعين وده عارفين ده غلط اللور باك بيطلعوا بيها كده اللي هو يطلع وكده انا بس ما بقتش اعمل كده عشان اللور باك فبقيت بعمل اللاج ريز لحد ليفل معين واطلع تاني نفس التاثير برضه عايزين نوريها لسنا المشاهدين لان هي برضه مش سهله وممكن تضر الناس من غير ما يقصدوا ماشي انا اقول لك سالت عليها وهي فعلا مهمه لازم بس تعرف قبل اي تمرين مفيش حاجه اسمها ماست يعني مفيش حاجه اسمها ماست يعني مش حاجه اسمها التمرين ده لازم تعمله انت وجسمك انت ومقدرتك او مقدرتك يعني الليج ريز بيشغل ايه؟ بيشغل الكور صح؟ طب وريني حاضر يا هشام احنا وقتنا بيخلص فعايزين نشوف التمرين يا كابتن عمرو وتقول لنا ايه اللي ما نعملوش يعني معظم الناس بيعمل كده صح؟ لو عندك لور باك بتوجعك زيك عامل ايدي كده هحطها تحت اللور باك كده اهو هبقى عامل سبورت شويه اوكي كده تمام وهطلع ليتس سي لو انا طلعت كده حسيت باللور باك مش لازم اطلع على الاخر انزل تحت اعملها ميديم مش لازم ارفعها وافضل محافظ على الرينج اوف موشن من هنا لهنا ما تنزليش على الاخر كده كده انت عملت ايه ديزنجيج يعني فصلت العضله فدايما خليها فوق وتحت لو حد مع بعض. بيلعب سباحه بس ممكن ده يعوضه عن الجيم ويعمل عضلات برضه فاضل بس ها خلصنا ورك اخر حاجه حد بيلعب سباحه بس ممكن يعمل عضلات ويحرق فاتس زي الجيم اكتر بكتير يعني أكتر افضل بكتير افضل السباحه يس لكن السباحه محتاج للجيم لتقويه عضلات معينه عشان يبقى سرعته اكتر في السباحه ده بيسموها بيرفورمانس تريننج ده التخصص بتاعي ان حد مثلا عداء بيجري تمام
هو بيعمل ال 100 متر في 10 ثواني انا عايز اعمله في 9. فتقويله العضله. فقصص بقى كتير اشتغل. طيب عمرو لازم تجي لنا تاني. لازم لما تيجي من السفر تجي لنا تاني لان هي حقيقي فقره مهمه جدا جدا. ان شاء الله باذن الله. نشكرك يا جماعه. لا الاسترويدز والنبي يعني ولا استيرويدز بحدود. لا خالص مفيش حدود. مفيش حدود. لا الاسترويدز ما تبوظوش صحتكم ما تضحوش بصحتكم علشان عضل هيروح عشان تعجبوا البنات. بالزبط. اصلا ما بنعجبناش يعني والله. انا شخصيا ما بيعجبنيش يعني الطبيعي العادي. اللي بيتمرن في الجيم بيبقى شكله هيلثي اكتر وشكله اتراكتيف اكتر. البالك ده بطل جدا يعني. اشوفكم يوم الاربعاء ان شاء الله. ممكن اعدي عليكم بكره. يلا هعمل ذكرى عن صحتي عشان ما اجيش يوم السبت. والله العظيم اشكركم جدا جدا جدا. ودينا ايه وكابتن عمرو بشكرك جدا جدا. اشوفكم بكره. بكره حلقه جديده ويوم جديد. انا وهي او انا وهو وهي مش عارفين. هنشوف هيعمل فينا ايه. مفاجاه. سربرايز. اشوفكم بكره على كل خير يا رب. باي.